أم هابت الريح من تلقاء كاظمات أم هابت الريح من تلقاء كاظمات وأومض البرق في ظلماء من إظمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيران بذي سلام آمين تذكر جيران بذي سلام ما أم هابت الريح من تلقاء كاظمات أم هابت الريح من تلقاء كاظمات وأومض البرق في ظلماء من إظمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين تذكر جيران بذي سلام. آمين تذكر جيران بذي سلام. أم هابت الريح من تلقاء كاظمات. أم هابت الريح من تلقاء كاظمات وأومض البرق في ظلماء من إظمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين تذكر آمين تذكر جيران بذي سلام. ما زجت دمع الجرام من مقلة بدمي. أم هابت الريح من تلقاء كاظمات.
أم هابت الريح من تلقاء كاظمة وأمضى البرق في ظلمة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيران بذي سلام آمين تذكر جيران بذي سلام ما أم هابت الريح من تلقاء كاظمة أم هابت الريح من تلقاء كاظمة وأمضى البرق في ظلمة من إظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين تذكر جيران بذي سلام. آمين تذكر جيران بذي سلام. ماذا أم هابت الريح من تلقاء كاظمة؟ أم هابت الريح من تلقاء كاظمة؟ وأومض البرق في ظلماء من إظمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين تذكر آمين تذكر جيران بذي سلام. ماذا اجتدى مع الجرام من مقلة بدمي؟ أم هابت الريح من تلقاء كاظمة؟
أم هابت الريح من تلقاء كظيمة وأمضى البرق في ظلمة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.